إذا تحية الإخوان الأخوات، تحية الساكنة ديال أكادير، كنشكرهم على هاد الوقفة الاحتجاجية اللي نظموها بمناسبة يعني المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير. في الحقيقة مدينة أكادير كتعيش واحد الأزمة خانقة، عندها مشكل ديال الاقتصاد، يعني في وصل إلى واحد المستوى تدني. وبغيت نهضر بصفتي انا عضو ديال الجمعيه، جمعيه اكادير للدفاع عن المستهلك، جمعيه اسم الرئيس الناطق الرسمي باسم ضحايا الهدم بسفوح جبال اكادير. كيف كتعرفوا بان الناس ديال سفوح الجبال وقع لهم الهدم من 2012 وهما تهدموا لهم المنازل ديالهم، يعني كاين مساكن اللي عايشين لحد الان ويلات الكراء وويلات الابناك، كانوا هما باغيين يخرجوا من الكراء حتى ولاو صدقوا كيخلصوا الكراء وكيخلصوا الاطار ديال الابناك. لحد الان حنا شحال من وقفه درنا من يقول 5 سنين وحنا دابا كنوقفوا امام الولايه، كل يوم الاثنين من الجوج ونص حتى لسته كنوقفوا تنديروا وقفه احتجاجيه امام ولايه اكادير. كان واحد المره السيف اتصلوا بنا باش نجلسوا معاهم الحوار، ولكن لحد الان ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي حاجه اللي تحلات. كنتمناو وكنوجه النداء للسلطات المحليه وطنيا ومحليا انهم يدخلوا باش يحلوا الملف، هذا الملف اللي هو ملف اجتماعي محض. وكنوجه النداء لصاحب الجلاله لان اكادير محتاجه يزور اكادير ويحل المشكل ديال اكادير ويحل المشكل ديال الضحايا، لان الا ما كانش هو راه مشكل ما غاديش يتحل. وكنوجه النداء للاخوان اخوات ضحايا الهدم، غدا ان شاء الله نتلاقاو عاوتاني في الوقفه ديالنا، وشكرا لكم.